هذا المحل كيبيع الشيلان والفولار، عنده حتى المناسبات. 3 دولار جمله، فيهم الوانات. هنا لي كاب كاينه بحال هذا المحل، عنده لي كاب وعنده الشيلان. هيدا فيهم السجاده، مصحف، التسابيح، وهذا المسك. زوينين هادو، 400 ليرة. كاين هاد لي كاب، هادو زوينين، هادو غاليين شوية، هادو جملة. السلام عليكم ويا اهلا وسهلا بكم، فيديو جديد. اليوم هنوريكم البلاصه في كيتباعوا الفولار بالجمله في سوق محمود باشا. حنا هنا في تقريبا في النص ديال سوق محمود باشا. كاينه هنا ارمين، ماركاد ارمين، هي مشهوره، المكان معروف. وكاين هنا المطاعم، كاين هذا راه معروف، هاد تشوفوا نتوما غير ارمين، وهاد تشوفوا هذا اللي كيبيع هنايا الشاورما، راه معروف هنايا، هذا في النص، وها هي ارمين. وكاينه مطعم اخر هنا، فبيناتهم هنطلعوا في هذا الشارع هذا. شكرا. فهنا هندخلوا في هذا الدرب هذا اللي بيناتهم، وهنلقاو المحلات الفولار بالجمله. فانتم مع البدايه كيبانوا لكم هنا الفولار والشيلان معلقين. فعلى طول هاد الشارع كله كاينين الفولار بالجملة. هانتوما يبانو لكم محلات لي كبارين كيبيعو هنا غير بالجملة فقط. كاينة بعض المحلات لي كيبيعو حتى التقسيط، مصطفى باشا خان، ولكن الأغلبية كيبيعو بالجملة. عندهم الشيلان، الفولار، لي كاب ديال الشتوى، سواء اللي كيدارو على الكتاف أو اللي كيتلبسو، فهتلقاو كل شيء كاين هنايا. بالنسبة لهذا الشارع جات فيه العقبة شوية، فكنخليو ديك المطاعم مورانا وكنطلعو في هذا الاتجاه. شكرا. بالنسبة لهذا المكان هذا كيتباع فيه الفولار، الخيط، الشيفون، جميع انواع الفولار الا الحرير. الحرير كاينه في الاتجاه المعاكس. دابا نوريكم عاود المكان في كيتباع الحرير بالجمله. هنا الكريب، كاينه الكره، مهم جميع انواع الفولار ما عدا الحرير، فولار والشال. راه ملي كتدخلوا كتلقاو عندهم كل موديل، كل محل وفيش متخصص. كاين هاد الخان هذا، هانتوما نتوما ماشيين هتلقاو بزاف الخانات، كيبانوا لكم غير خان ما فيه حتى حاجه، ولكن ملي كتدخلوا راه كتلقاو محلات الجمله. بحال دابا هنايا كيتباعوا هاد الزرابي هادو ديال الاتراك ديال الصلاه، زوينين ومميزين. ها هما، شوف محل قداش فيه غير الزرابي، جميع انواع الزرابي هنا. السلام عليكم. ها محل اخر كما كتشوفوا، هذا خان كتدخلوا معاه وكتلقاو. فكل ما دخلتوا هيبانوا لكم محلات كثر، من يعني من برا ما كيبانوش كاينه المحلات، ولكن ملي كتدخلوا كيبانوا. دابا هذا هانتوما عاملين بالجمله، الواتساب، الانستغرام ديالهم، كل شيء هنا. ها الكود كتسكانيوه وتدخلوا تشوفوا الموديلات اللي عنده. كاين هنا مطعم اللي صغير للوجبات السريعه، وانتم ملي كتدخلوا عاد كيبدا يبان لكم المحلات. هاد الخانات الناس بزاف الناس ما كيعرفوهمش، علاش؟ لان جاو داخلين ما كيردوا لهمش البال. فيهم محلات اللي كيبيعوا سلع اللي زوينه، راية تركيا صراحة. الأتراك معتدين بالهوية ديالو، فيما مشيتو كتلقاو عندهم الرايات معلقين، وكيعطيو جمالية للبلاد. ندخلو نشوفو مثلا بحال هذا، السلام عليكم. كم هذا؟ كم جملة؟ هذا واحد ونص. واحد ونص.
في موديلات منه كل فترة بيجي موديل. هلا آدم أول امبارح يوم السبت إجا اليوم خلصوا هدول بقى كاينة في هادو؟ مكرهش هذا مربع في هيك شي مربع في ميو جار هادو بكم؟ هذا الاثنين فصار هذا واحد المحل ديبو عندهم المحل فيه جوج طوابق عندهم في هذيدا موديلات في الشيبان هادو كم هذا 4 دولار 4 دولار جملة فهاد القوا عندهم موديلات كثارين هادو كم مربع مربع كم هذا 3.5 دولار هذا التوب ديالو التوب ديالو زوين كاين هذا المحل هذا حتى هو كيبيع الفولار عنده الشيفون الكريب هذا دائما كان نتقد عنده كاين ساتان ولكن راه ماشي الحرير الحرير كاينه بحال هاد الموديلات هادو هذا كيجي سامل من مزوق منه عليه هادو اللوانات ديالو كاينه بحال هذا اللي مخطط جانجان اسم الكريم جانجان جانجان هذا ساده رويون في هو هذا زوين صراحه هذا كاينه الشيفون بالنسبه للشيفون كاينه اللي كبير فيه متر وعشرين وكاينه الصغير الصغير كيكون فيه متر وبين 90 ومترو وكاينه هادو حسبي ذكرى هذا متر وعشرين خفيف هذا خفيف زوين هذا هذا كي تسيرة هذا كريستال هذا كريستال وكاين فولر هذا هذا كله مربع طويل قال لي زعما هنا هذا المحل فيه غير المربع الفولار وبالنسبه للشيلان عندهم في المحل الاخر فبالنسبه للناس اللي كيديروا الجمله السوق صراحه فيه خيارات كثيره سواء في الفولار او في الشال بالنسبه لبلاصه الحرير عاد نوريها لكم بوحده هادو قياساتهم كبارين شيفون فهانتوما بالنسبه لهاد السلعه كامله ديال ماليها كيديوها من هنايا فالمكان كبير هانتوما كتشوفوا هنا شو شحال السلعه عندهم كاينه بحال هاد الشيلان هادو هادو كم هادو 2 دولار ونص جمله وهذا الخان راه كيبان لكم قديم ولكن تحتو كاينه بزاف المحلات كما كتشوفوا هنايا كلهم كيبيعوا الفولار والشيلان باقي خان واحد اخر وسط هذا الخان حتى هو فيه محلات اللي كيبيعوا الفولار والشيلان هادو شيلان كلهم ديال الكتاف كيتباعو هنايا هادشي ديال الحجاب الشرعي كما كيسميوه وكاين البنيات سواء عند الكبار ولا الصغار نتوما كتشوفوا محلات راه كبارين كاينين بحال هادو كتجي عندهم هاد الفوقانيه مبطنه كما كتشوفوا هنايا مبطنه
وتحتاني بحال هيدا، في الوانات في الوانات كتارين ما شاء الله. كاينه بحال هادو، هادو جوج قطع عندهم البوني بوحدو والشال بوحدو، وهذه كتجي قطعه واحده. هذا خمار بحال هيدا كيجي بحال هيدا، الثوب ديالو في جوج قطع، 2 دولار 30 سنت. هذا رابطه، هذا كليبس. هذا عنده ربطه من هنايا، هذا كيجي بالخيوط بالشراوط يعني كيتربط، وهذا عنده ديك الترتاقات. هذا التربانات فيه في المحلات ما شاء الله كبارين هنا، وهتلقاو عندهم اي حاجة بغيتوها. تربانات جوج ونص تربون. حجر شال قطن 5 ونص، 8 ونص دولار، 8 ونص دولار ديال الاطفال، ديال الكبارين 11 دولار، كبير 11 دولار. ديال البوليستر قطن، هادو قطن كاملين قطن. شوف برضه لاستيك فيه، يعني الصاله عندها زمان تكبير في 10 شمس. شوف براسي ملابس، براسي حجاب، اثنين فتاه. وكاينين بحال هادو، هادو كيجيو غير الفوقي بحال هيدا. هذا اثنين كونترول، هادو كاملين قطن كونترول. لا باين باين قماش كونترول يعني قماش كيقول يجرب زعما شوفوا القماش كي داير قطن. هادو هما اللي وريتكم قبيله، قلت لكم كيجيو مبطنين. فالمحل كبير ما شاء الله وفيه سلعه اللي كثيره. هذا قطعتين حجر طقم خمار، هذا رابطه هكا، هذا موديل. هما هادو احمر، انا موديل كثير عنده موديلات كثارين ما شاء الله. انا نعطيكم الكارت فيزيت ديالو، نصورها لكم من تليجرام. هذه كارت فيزيت ديالو، والموقع ديال المحل انا وريت لكم في سوق محمود باشا. فكما شفتوا هذا هو الخان، وهادو المحلات اللي فيه. وهنكملوا الجوله ديالنا، شوفوا باقي المحلات اللي كاينين هنايا في سوق الفولار. بالنسبه للسوق راه سوق اللي كبير، سوق محمود باشا عموما هتلقاو فيه اي حاجه بغيتوها، يعني من الحوايج للاحذيه للحقائب السيكان، هادشي ديال الفولار، الالكترونيات، الساعات، يعني داكشي اللي ما يطيح لكم شي على البال هتلقاوه هنا. سوق محمود باشا راه سوق اللي كبير، وكل جهه متخصصه في شي حاجه هتلقاو. هانتوما كتشوفوا هنايا هما كتلقاو عندهم بزاف ديال الخانات اللي ما كيكونوش ظاهرين، كتبان لكم غير باب اللي عاديه من برا، ولكن ملي كتدخلوا راه كتلقاو لداخل بزاف ديال المحلات. فحاولوا غير تزعموا يعني في البحث في المساريه، في انكم تحركوا بزاف، تدخلوا اماكن اللي جديده، فهتبان لكم بزاف ديال البلايص اللي ما كنتوش كتعرفوا. اذا مشينا في هذا الاتجاه راه كله كذلك محلات. كاينه واحد دخلت جراند بازار من هنا، وانتم ماشيين هتلقاو بعض المحلات اللي مخرجين سلعه على برا كيكونوا عاملين فيها الصول، راه كتكون الاسمنه ديالها مكتوبه. واغلب المحلات هنا راه كيبيعوا غير بالجمله، المحلات اللي في البدايه ديال هذا الشارع هما اللي كيبيعوا بالتقسيط في الغالب، وحتى اذا كنتوا باغيين غير شي عدد قليل راه كاينه اللي كيتساعد ويقدر يبيعوه لكم. هانتوما كتشوفوا كل محل كيكون معلق في الباب موديلات، كاينه هادشي ديال الطرابش، كاينه واحد الدرب خاص بهادشي ديال الطرابش، سواء عند البنات او الاولاد، الكاسكيت ديال الصوف هتلقاو عندهم جميع الموديلات. ها هما لي كاب هنا، هادو هما اللي كيديروهم تواركه تحت الفولار باش كيبان لهم فولار عالي من النور. كاينه حتى الشيلان والفولار ديال المناسبات اللي فيهم داكشي ديال الزيستراس والعقيق. الطريق هنايا كل عقبه. هانتوما هذا عاود خان هنايا، راه تدخلوا لداخل هتلقاو فيه بزاف المحلات. هنايا الكوفيات ديال فلسطين، طرابش، ها هما طرابش ديال الرجال. وهنا كيتباعو طرابش، طرابش و ليكاب.
ها هو واحد المحل هنا، فكما كتشوفوا محلات اللي داخلين ما ينتبه لهم شي اي واحد، ولكن اذا تمشيتوا ودخلتوا في الدروبه عاد تكتشفوهم. كاينه محلات هنا، شوفوا لي هاد الفولارات شحال زوينين، شوفوا شحال زوين هاد الفولار، فيها المسجد حروف العربية. هو عنده موديلات بحال هيدا، هذا نفس الموديل، صراحة زوينين، جات شي حاجة لي مميزة، الحروف والمسجد. التوب ديالهم ما بهشي، نازل شوية ولكن ماشي شي حاجة لي رطبة بزاف، عنده فيه لوانات. أنا عندي شي وحدة لي عجبني صراحة، هذا موديل واحد آخر. ما عرفتش شنو كاتبين هنا، ولكن الطريقه اللي كيسابه مع المزارات اللي كاينين هنا السياحيه في اسطنبول شي حاجه اللي زوينه. فملي كنخرجوا هنا كنلقاو محلات وكاينه ديبوات ديال السلعه كذلك هنا. فانا كنحاول نمشي في الشارع الرئيسي وفي بعض الخانات، فبجميع الشوارع الفرعيه هتلقاو محلات، بجميع الشوارع الفرعيه اللي كاينه هنا كاينه العديد من المحلات. فهذه اكبر بلاصه كتباع فيها، كيتباع فيها الفولار في اسطنبول، فولار جمله. كاينه هادشي التواشي ديال الفولار، الهاند اللي كيدار في الفولار، هتلقاو بحال هادو اللي كيتشدو بهم الشيلان والفولار. كاينه هاد اللصقه اللي كيتثبتو بها الفولار. فمحل اللي كبير وفيه بزاف الحاجات، هادو اللي كيديروا فيهم البنسات. فايش درجال هنا، هذا سوى محل الفولار شيلان. كاينه هنا عود قيساريه، راه قيسارية اللي كبيرة، راه ما دايرين كاع الأسماء د المحلات هنا على برا. هذا خان عاود هنايا، هاهو كيتباع فيه السجاد ديال الصلاة، هادشي الهدايا الإسلامية والفولار. هنا الشعر والفولار، هادو عندهم السجاد. هنا في حالات صناديقات هيدا فيهم السجادة، مصحف، التسابيح، وهذا المسك. هادو كيتعطاو هدايا زوينين. كاين بحال هادو سجادات كيجيو زوينين، هادو 400 ليرة. هادو كم؟ 500. نفسو كيجيو مغلفين من اللور. فيهم 10 الألوان هادو، وهادو الهدايا، المصاحف مع السجاد. فهذا الشارع اللي طلعنا منه ومازال مكملين الجولة ديالنا. كاين هنا ليكاب، كاين بحال هاد المحل عنده ليكاب وعنده الشيلان.
كاينه لي كاب بحال هادو عاملين لهم 500 ليره، وكاينه لي كاب هيدا. شحال السلعه كاينه بحال هاد الكاب هذا، الخامه ديالو زوينه بزاف، عندو هاد الزواق هيدا ودو فاس. هذا عامل 1100 ليرة، 420 درهم كاب. كيجي طويل ثم كتشوفو راه متني على جوج. هاد المحل كيبيع لي كاب بزاف، ولكن صراحة الأسعار ديالو كتكون غالية. الحاجة اللي هتلقاوها عندو زوينة كتكون غالية، احيانا الثمن الجمله كيكون عنده مرتفع حتى على ثمن التقسيط في الاسواق والبازارات. كاينه هاد لي كاب هادو زوينين، هادو غاليين شويه، هادو جمله عاملين 55 دولار. السلام عليكم. عندهم شيلان وعندهم ليكاب، ولكن شويه الثمن ديالهم طالع. فمازال الطريق طويل ومازال محلات كثارين. هانا رجعوا نكملوا الجوله ديالنا في الشارع الرئيسي. كاينه بحال هادو عاملين لهم 100 ليره. هنا كاينه ليكاب، تلقاو قيصريات بحال هيدا جاو لتحتي، فكل ما دخلتو هيبانو لكم قيصريات ومحالات. كبيرة هذا الطابق الأرضي، والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، شي 8 طوابق فيها قيصرية الكبيرة. هتلقاو فيها الفولار والشال، وهتلقاو فيها حتى الملابس الرجال. شوفوا التويشيات كيعملوهم في كومبليات. سوق محمود باشا سوق اللي كبير، خصكم تكتشفوا تدخلوا في الدروبه ديالو في قيصريات، هتلقاو بزاف المحلات اللي ما كيكونوش ظاهرين للناس، وحتى الاسعار في القيصريات اللي بحال هكا كيكونوا احسن من المحلات اللي على الطريق. شوفوا هادو، راه كاينه محلات الفوقي كتلقاوهم، محلات اللي لتحت. كنقول لهم دائما اسطنبول فيها مدينه فوق الارض ومدينه تحت الارض. هادو كلهم محلات جمله، راه كيبيعوا حتى بالتقسيط، ولكن في الاصل هما كلهم هادو ديال الجمله. كاين هاد الشيلان، هادو عندهم موضه بزاف، غير هو التوب ديالهم شويه واقف. كاينين هنا الزرابيط الصلاه، هادو عاملين لهم 280 ليره. كاين هنا الشيلان، هادو جملة، غتلقاو فيهم جميع الماركات. فحنا طالعين كنلقاو بزاف المحلات. شوفوا بحال هادو كيبيعو هنايا الفولار والسجاد، فكل ما طلعتوا عاد كتشوفوا اماكن جديده. شوفوا محلات لي صغارين، محلات لي تحت الارض وفوق الارض. العقبه ها في كنا وفين وصلنا. هنا كيبيعوا البونيات والكمام. وباقي هنا الداخل هتلقاو. وهنا رجعت للشارع الرئيسي اللي كنا فيه باش نكملوا الجوله ديالنا في بعض المحلات اللي كيبيعوا الفولار والشيران. فاذا كنتم مستمرين معنا حتى لهذا الحد ما تنساوش تشاركوا في القناه اللي مازال ما شاركش معنا،
وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وخليوا لايك وتعليق على هذا الفيديو ونواصلوا الجولة ديالنا. كاينه في هذه الجهه حتى كاينه حتى الحقائب والاحذيه، الحقائب عفوا، كاينه في هذه الجهه حتى السيكان هتلقاوهم، السيكان ديال الماركات كتلقاو بعض المحلات اللي كيبيعوا السيكان ديال الماركات هنا، كيبيعوا هنا عاملين تما المنشفات والكيس ديال الحمام. هنا كيبيعوا السبادريات، فكما كتشوفوا كل ما دخلتوا لداخل كتلقاو المزيد والمزيد المحلات. هذا المحل كيبيع الشيلان والفولار، عنده حتى المناسبات. شوفوا هاد الشيلان هادو اللي كيداروا على الكتاف، هما راه ماركه عندهم هاد المحل الديليا، ماركه اللي زوينه الاخر ديالو. بحال هادو 3 دولار جمله، فيهم الوانات. فحال السليج ديالنا وكاين الشيلان. هادو زوينين خفافين، كاينه في الفولار. شيلان هذا كم؟ هذا جملة 8 دولار. اسم المحل. كيكونوا عاملين هادو صولد، ولكن ماشي شي حاجه اللي زوينه، عاملين لهم 30 ليره. فهذا هو سوق الجمله ديال الفولار في سوق محمود باشا، المكان اللي كتباع فيه الفولار في سوق محمود باشا. كنتمنى ان الفيديو يكون مفيد ليكم، خصوصا بالنسبه للناس اللي كيعملوا الجمله. فاذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وشاركوا الفيديو مع احبابكم، مع صحابكم، مع الناس اللي كتعرفوهم كيعملوا التجاره، ربما شي واحد يستفيد منه. ونتلاقاو ان شاء الله في جوله قادمه. استودعكم الله.